السلام عليكم اخواتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي احسن احوالكم. اليوم ان شاء الله راح نقدم لكم مملحات اخر اللحظه، يعني كيعودوا متوفرين عندكم المكونات فتوجدوهم في دقيقه وفي اخر لحظه. واش نحتاجو في المملحات نتاعنا؟ انا هنا نحتاج لاباط فيتي، هذه بصراحه شريتها مشريه ماهيش مخدومه في المنزل، ونحتاج الطون نتاع الطماطم. انا المملحات نتاعي ما راح نديرهم لا بلحم مفروم لا بالدجاج، راح نديرهم زيت بالطون. اذا اول حاجه نديرها واش راح ندير، راح نحضر، ما راحش طبعا نستعمل الطون وحده، راح ندير معاه واحد هكا لاصوص اللي سهله بزاف نتاع طماطم وبصل. اذا تابعوا معايا طريقه التحضير. كما راكم تلاحظوا في مقله درت ربع بصله متوسطه الحجم، قطعتها بهذا الشكل الى قطع صغيره جدا. راح نبقى نحركها حتى يدبل البصل ويتكرمل. اذا بعد ما دبل البصل تاعي نضيف نص حبة نتاع طماطم تكون صغيرة شوية، نخليها معاه جيدا حتى تنشف من هذاك الماء ونسخر. ندير لها رشة نتاع ملح، رشة نتاع فلفل أسود، ندير لها رشة نتاع نعناع، تقدروا تعوضوه بالمعدنوس ولا بالزعتر. نكمل نطيبهم ونرجع لكم. هنايا بعد ما طابت الطماطم والبصل نتاعي، ناخذ علبة نتاع طون و نضيفها ليها. بهذه الطريقة ونخلط بهذا الشكل. الآن راح نجيب لاباط فيتي وراح نبدأ نخدم. نرش السطح العامل تاعي بالفارينة، نحطها، نرش عليها الفارينة، وراح نبدا نطرحها بسمك يكون رقيق شويه. بعد ما فتحت لاباط نتاعي بهذا الشكل، كانوا كاين بعض الزوائد الخفيفه فقط نحيتها باش نحصل على شكل مستطيل يكون قد قد. درك نعدلوه شوي شوي بالسكين بالطريقه. والان راح نقص لاباط نتاعي الى مربعات. اولا نقسمها في النص، ومن بعد راح نقصها الى مربعات بهذا الشكل. نهز المربعات نتاعي نتاع لاباط وراح نحطهم في البلاطو. اذا هنا راح نثقبهم بالفرشيطه بهذا الشكل، لانه انا مش حابتهم يعني يتورقوا بزاف. اذا هنا نجيب لافارس نتاعي ونبدا ندير في الوسط بهذا الشكل. الان واش ندير؟ راح نغلق بهذا الشكل. هنا فقط راني خفقت صفار نتاع بيضه، نلصق بهذا الشكل.
نزيد ندهنها غير من الفوق بهذه الطريقة. وراح ندير جلجلان طبعا اختياري، اللي ما يحبش يديرو ما يديروش. وهنا عندي زيتون اسود وزيتون اخضر مقطع كما راكم تلاحظوا. هنا هذا اختياري، تحبوا ديروا غير زيتون اسود ولا تحبوا ديروا غير زيتون اخضر. جبت هنايا اوريقه نتاع معدنوس، نلصقها بهذا الشكل ونحط الحبه نتاع الزيتون. ونكملهم بنفس الطريقة ونرجع لكم. إذا البنات ها هم المملحات نتاعي بعد ما كملتهم الفور، كما يعني بديت نشكل فيهم حطيته يسخن على 180 درجة. راح ندخلهم يطيبوا على 180 درجة، هكا راح يطيبوا في عقلهم ونرجع لكم مع النتيجة النهائية إن شاء الله. وهذه هي النتيجة أخواتي، إن شاء الله تكون نالت الإعجاب نتاعكم. كما شفتوا خليتهم حتى خداو لون ذهبي وحدهم، يعني ما شعلت عليهم ميم با من الفوق، باسكو الفوغ نتاعي لما تسخن الشوايه من الفوق اوتوماتيكمون تخلي المعجنات نتاعي يحمروا وحديهم، جو خفاف بزاف. بالنسبه للحشو تقدروا ديروا صوص طوماط برك وديروا جبن، تقدروا ديروا اي حشو اللي حايبينه انتوما. هذه هي وصفة اليوم، إن شاء الله نتلقاو مع وصفة أخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.